هنا درس 4.5 اللي هو linear combination of vectors اللي هو بالكتاب 4.2. زين معطيك هنا متجه. أول شيء هو linear combination of vectors، هذا درس ال combination. معطيك متجه، بعدين يقول لك يعني هذا بس معلومات نظرية، يقول عشان نفهم ال combination لما نقول linear combination، يقول لك ترى هذا ال vector هو عبارة عن هذا ال vector زائد هذا ال vector. طب كيف؟ أول شيء طلعي ال a الطرف، طبعا هذا كلام الرأس a الطرف، بس إنه يطلع ال a برا، بعدين مكان كل a أحط واحد، مكان الحروف الثانية صفر، زين؟ بعدين زائد نطلع الحرف الثاني متغير ثاني ونحط مكانه واحد، ومكان باقي المتغيرات أصفار، فيصير كذا، زين؟ فلما لما نرجع نجمع هذول الاثنين، طبعا راح نرجع الـ A جوا، فبيصير كذا، بيصير لما نرجعهم جوا بيصير A فاصلة A، طبعا لما أضرب يعني A ضرب واحد A، A ضرب واحد الثاني A، A ضرب صفر طبعا صفر بيصير. طيب زائد، وبعدين هنا الـ B لما أوزعه بيصير صفر، والمرة الثانية برضو بيكون صفر، وبالأخير بيكون بيسادة، فبيصير صفر فاصلة صفر فاصلة بي، بيصير كذا، زين؟ فلما أجمع هذول الاثنين A زائد صفر A، A اللي هنا طبعا كان كومبوننت مع كومبوننت، A زائد صفر برضو أعطيني A، صفر زائد B بيعطينا B، وبكذا أصير طلعت اللي يعني رجع شكل الأساسي. فهو يقولك إن هذول الاثنين هم لينا كومبينيشن اوف ذس، يعني هذا تكون من هذا وهذا. بعدين هنا معطيك متجه W، يقولك is generated by، يعني تكون من خلال هذا المتجه and هذا المتجه، زين؟ وبعدين معطيك برضو example ثاني، هنا يقولك example انه هذا الفيكتور تكون من، طبعا نطلع اثنين مرة وفي كل مكانها نحط واحد، مرة ثانية نطلع ثلاثة وفي مكانها نحط واحد برضو، فيقول لك ان هذا تكون من هذا زائد هذا، فلما نجمعهم هذا الاثنين راح يعطونا الاساسي، فهو لينا كومبينيشن زي ما قلنا. وبرضه معطيك اكزامبل ثاني نفس الفكره، نطلع سالب واحد برا ونحط اماكن واحدات، والسبعه برا برضه نحط مكان السبعه واحد والباقي اصفار، لما نجمعهم يطلع لي نفس الاساس. بعدين هنا معطيك ديفينيشن، يقول لك ان ليت الفي سمول بي ا فيكتور سبيس اوف بي ا فيكتورز، ان فيكتور سبيس اوف في، يعني في كبيره جواتها فيكتورز صغار يعني كانوا أطفالها. بعدين يقول we say that v a vector of v كبير يعني is a linear combination of v1 v2 الى vm if there exists scalar ccc such that can be written as، يعني هذه صيغة linear combination، هذه اللي هي عبارة عن ضرب وجمع المتجهات، نضرب المتجهات نجمعهم، نضربهم في ثابت نجمعهم مع بعض يطلع لي الفيكتور الأساسي اللي هو هذا اللي هنا يكون هذا. بعدين هنا ما أعطيك إكزامبل بس راح أسوي سكيب ونشوف اللي بعده أول، وراح نرجع له بعد شوي. أول شيء يقولك determine whether or not هذا is any combination of these three، إحنا قلنا أن هذا تكون من هذولي ال combination الثلاثة. طيب وشون أعرف إذا هو فعلا لينا combination of these three؟ وشلون اسوي؟ طبعا هو determine whether or not، يعني يمكن ما يكون لينا combination of these three. اول شيء قبل احل لازم تعرفون، اول لا خلنا نحل اول بعدين نشوف. اول شيء نفرض ان عندنا scalar c، فنقول suppose يعني نفرض ان هذا المتجه اللي هو ال v الكبير تكون من c1 ضرب هذا نفس الفيكتور 1.2، لا طبعا هذول الفيكتورات الصغار، طبعا ال v الكبير اقصد فيها هذا، زين؟ بعدين هذول الصغار تكونوا من سي، نفرض سي ايا كان قيمته ما نحدد، بعد شوي راح نوجد قيمة السي، زائد طبعا احنا قلنا ضرب وجمع متجهات، وتو شفنا صيغة اللينير كومبينيشن بالضبط زي كذا، سي 1 زائد 1 2 3، بعدين سي 2 ونحط هذول الباقي نفس ما هم 0.1.4، بعدين زائد سي 3 واضح ما في مساحة، فاثنين ثلاثة وستة، هذه هي صيغة لينير كومبينيشن، يساوي اللي هو هذا الفيكتور، هذول كلهم لما أجمعهم مع بعض راح يساوون هذا الفيكتور اللي هو الفيكتور الأساسي. فوش أسوي؟ أروح أوزع السي على عليهم كلهم، على كل الفيكتورز هذا، طبعا أوزع على فسي 1 يصير كذا سي 1، بعدين 2 سي 1 3 سي 1، فراح أمسح وراح أوزعهم طريقة ثانية، يعني راح أوزعهم عشان يوضح معنا الحل.
راح نقول إنه سي ون، فراح يقول نقول واحد راح يصير عندنا متجه كذا، واحد سي ون اللي هو يعني ذا واحد سادة زائد اثنين سي ون زائد ثلاثة سي ون، بعدين زائد أنزل هذا المتجه طبعا مضروب في سي تو، فسي تو ضرب صفر صفر، واحد سي تو أربعة سي تو، طيب زائد راح أحط هذا المتجه ضرب سي ثلاثة، اثنين ضرب سي ثلاثة زائد ثلاثة ضرب سي ثلاثة زائد ستة ضرب سي ثلاثة، وكلهم يساوون هذا المتجه الأصلي اللي هو سالب واحد ضرب واحد ضرب ضرب يعني فاصلة خمسة. بعدين عشان نوجد السي كيف نسوي؟ نسوي نحولها إلى ماتريكس، عشان نوجد السي لازم نحولها إلى ماتريكس، وبعدين يعني نبحث لين ما نوصل إلى يا يونيك سلوشن يا ماني سلوشن يا نو سلوشن. في حال وصلنا إلى يونيك سلوشن نقول أوكي إنها these three is linear combination of الفيكتور الكبير هذا، ويكون سي 1 اللي هو الإكس واحد اللي راح يطلع لنا هو سي 1 نفسه، وسي 2 هو نفس طريقة يطلع لنا فيها إكس 2، وسي 3 بيكون نفس طريقة سي 3. بعدين نرجع ونعوضه هنا، هما إحنا بدي ضربنا راح نعوضه هنا، كل متغير أوجدنا راح نعوضه في نفس المكان حطنا فيه في البداية. فأول شيء نحولها إلى ماتريكس، طبعا لما نحول نجمع يعني لما نحط معادلات جوا الماتريكس راح نحط أول كمبونت مع بعض زي كذا، أو بعدين ثاني كمبونت مع بعض وهكذا. فأول واحد بيصير واحد، ثاني واحد بيصير صفر، ثالث واحد بيصير اثنين بهذه الطريقة. بعدين نحط كذا نقاط وهنا بيصير سالب واحد اللي هو هذا. بعدين مرة ثانية بيصير اثنين، وبعدين عندنا في المتجه ثاني واحد، وفي المتجه الأخير ثلاثة، زين، وبيصير نسوون واحد واحد كذا. بعدين هنا عندنا أربعة، لا أول شيء نبدأ من هنا، ثلاثة أربعة والمتجه الأخير هذا ستة، بعدين نأخذ عدد هذا خمسة، زين، هذا نفس شكل ماتريكس الأصلية صح؟ بعدين نحلها بشكل عادي، نوجد x1 x2 x3 اللي هو بيكون c1 c2 c3 تساوي باستخدام أي طريقة، يا جس جاودن إليمينيشن يا كرامر رول يا الطريقة اللي كنا نقول إنها a inverse ضرب ال b ويطلع يونيك سولوشن. المهم اي طريقه يعني نستخدمها، يا كرامر يا هذه الطريقه اللي توكتبتها لكم يا جس جاودن نوجدها. فبالنهايه راح يطلع لنا قيمه سي 1 تساوي، طبعا بعد ما نحلها في الطريقه الطويله، واللي حلها وما يعرف يعني يواجه صعوبه في حلها زي ما قلت دايم يقدر يرسل لي، وراح احط برضه طرق حل جس جاودن يعني لما توصلون كذا راح اذا ما كنتوا فاهمين برضه كيف تحلون جس جاودن راح احط روابط اللي المقاطع اللي شرحت فيها جس جاودن تحت. السي 2 كذا راح تطلع معكم اثنين اذا حليتوها، والسي 3 راح تطلع معكم سالب واحد، زين، بهذه الطريقه. بعدين شو تسوون؟ بعدين تروحون تعوضون، هما احنا بالبدايه حطيناها في هذيك الصيغه، خلاص بس تروحون تعوضون فيها، تعوضون سي 2 سي 1 قصدي تحطونها بدايه الفيكتور الاول بعدين زي كذا، فراح تصير نحذف بعد هذه. فراح تصير هنا سي 1 طلعت معنا واحد، فراح نضرب هذا الفيكتور كله بواحد، والسي 2 طلعت معنا اثنين، فراح نضرب فيكتور كل هذا باثنين، هنا بنضربه في سالب واحد، فنضربهم هنا راح ينزل طبعا الفيكتور نفس ما هو فاصلة اثنين لأنه مضروب في واحد، زائد ينزل هذا الفيكتور الثاني اثنين ضرب، طبعا هنا اول كنا نكتب زائد سي 2 بعدين ننزل فيكتور، الحين سي 2 خلاص عرفنا قيمته اثنين، فعشان كذا على طول نحط اثنين اثنين بعدين ننزل هنا فيكتور، بس انا بضربه بشكل مباشر. اثنين في هذا الفيكتور راح يكون صفر فاصلة اثنين ضرب واحد اثنين فاصلة ثمانية، زائد راح نحط هذا نضربه في سالب واحد فراح نعكس الارقام، سالب اثنين فاصلة سالب ثلاثة فاصلة سالب ستة، زين. فالحين راح نجمع اول كومبوننت من كل فيكتور، واحد زائد صفر صفر، طيب واحد قصدي واحد زائد صفر واحد، واحد زائد سالب اثنين سالب واحد، فراح اول واحد يطلع معنا سالب واحد، طيب اثنين زائد اثنين اربعة، اربعة زائد سالب ثلاثة موجب واحد، طيب ثلاثة زائد ثمانية
ثلاثة زائد ثمانية راح يعطينا 11، 11 زائد سالب 6 راح يعطينا 5 بهذه الطريقة. وهذا الفيكتور هو نفسه هذا الأساسي، صح ولا لا؟ فعشان كذا تأكدنا أنه فعلا عقب ما حلينا وأوجدنا C1 وC2 وC3 طلع نفس الفيكتور الأساسي، وبهذه الطريقة ندري أنه هذول الثلاثة فعلا هم linear combination of this vector. عرفتوا؟ بهذه الطريقة حلها جدا جدا سهلة، ما فيها أي فكرة جديدة. طيب هنا عندك الفيكتور، ليش سوينا أنا سكيب؟ لأنك يعني معطيك فيكتور هذا ويقولك is a linear combination of the vectors هذا وهذا وهذا. Since it can be written as يعني بما أنك تقدرين تكتبينه بهذا الشكل، أن هذا يساوي هذا بعدين 2 ضرب هذا زائد سالب 2 ضرب هذا. طبعا احنا هذه المفروض أن احنا نوجدها بنفسنا، صح؟ مستحيل يجيك سؤال بهذا الصغير، لأن هذا محلول، يعني شلون بتسوين؟ بس هو يعطيك معلومة حاطتها كإكزامبل، لكن هي معلومة انه ترى هذه هي لينا كومبينيشن في هذول. ليش؟ لانه يقدرون يكتبون بهذه الطريقه، فلما تضربين وتجمعين برضو اول كومبوننت راح يطلع لك هذا الفيكتور. فهذا ما هو سؤال حرفيا، هذا معلومه، يعني طالع لك كان اكزامبل، لكن لا هو معلومه، مستحيل يجيكم سؤال كذا ابدا. بعدين هنا عندك اكزامبل 3 برضو راح نحله بنفس الطريقه. بعدين لما نحل هذا اكزامبل بالذات راح يطلع لنا السي 1 وش بيصير. طبعا راح اول شيء زي ما قلنا هو يقول لك اثبتي ان هذا linear combination لهذول الثلاث، فراح نحط هنا C1 وC2 وC3 وراح نفرض انها تساوي هذا كبره هنا. بعدين نحول الى قس جاود الإليمنيشن مع هذا، طبعا راح نحط 4 5 5 كنواتج لا ننسى. وبعدين نحلها في طريقة قس جاود الإليمنيشن عشان نوجد C1 وC2 وC3. هنا لما تحلونها راح تكتشفون ان احد الأعمدة ما في leading one، وراح تدرون انها many solution، راح تدرون انها many solution. هذا اللي ما فاهم كلامي هذا انا قد شرحته بالتفصيل من قبل، وراح احط روابط في الديسكريبشن تقدرون ترجعون بعدين تشوفون هذا المقطع. فراح تلقون ان many solution في C1 بيكون يساوي سالب 2R زائد 3، و C2 بيكون يساوي 2، نتبهدل شوي. ف C2 بيكون يساوي R ناقص 1، و C3 يساوي R. وكذا يصير ميني سولوشن. أنا قلت لكم من قبل كان ميني سولوشن عادية برضه لينا كامبينيشن، فناخذ هذا بكبرة ونحطه هنا في مكان C1، فيصير عادي سالب 2 R زائد 3، وننزل هذا الفكتور نفس ما هو هنا عادي، زائد R ناقص 1، وننزل برضو هذا الفكتور هنا، زائد R الأساسية، وننزل برضو هذا الفكتور هنا، وراح يكون برضو linear combination for this vector. وبس بكذا تكونون وصلتوا الحل. فلازم تعرفون إنه إذا طلع معكم many solution ممكن تجاهلين هذا مثل R برضو يعتبر linear combination. متى يكون ما هو linear combination؟ إذا طلع معكم no solution. طيب في هذا الإكزامبل يقول لك show that the vector هذا cannot be expressed as linear combination of the vector هذولي. يقول لك تأكدي ان هذا الفيكتور ما تقدرين تعبرين عنه linear combination of these three. طيب شلون اتأكد اني احل بعدين اكتشف انه no solution؟ no solution هي الحالة الوحيدة اللي يكونون هذول الفيكتورز ما هم linear combination of this vector. فراح تحلون معكم راح تصرون انه no solution، فراح توقفون وتقولون طبعا راح أول شيء تفرضون C1 وC2 وC3 زي ما قلنا يساوون هذا الفكتور، بعدين تحولونه إلى ماتريكس وتحلونه بقس جاودن. عطوا راح تطلع معكم، طبعا إحنا شارحين من قبل حالة إنه سولوشن، بيطلع معكم واحد يساوي صفر مثلا، مستحيل يصير كذا، أو اثنين يساوي 7 مثلا برضو غلط، أنا بيطلع معكم شيء ما هو منطقي، وشرحناه من قبل. فهنا بتقولين لا no solution ما أقدر أكمل حل، وهذه نفس الاوشن، وهذه برضه ف these three factors are not linear combination of the factor الاساسي. هنا ممكن ما يقول لك شو، ممكن يقول لك determine، فانت تحلين تلاقين انها نفس الاوشن، فتقولين انها not a linear combination. ففي يعني